نواقض الاسلام لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم ان نواقض الاسلام عشره نواقض الاول الشرك في عباده الله قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للقبر الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم كفر اجماعا الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر الثامن مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين التاسع من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعه موسى عليه السلام فهو كافر العاشر الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المكره وكلها من اعظم ما يكون خطرا واكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم ان يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه واليم عقابه وصلى الله على محمد وسلم